وفاة الخليفة الأموي بالأندلس المستنصر بالله. في هذه السنة توفي الخليفة الأموي في الأندلس المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن الناصر، ولد بقرطبة وولي الخلافة بعد وفاة أبيه. طمع به ملك الإسبان أردون بن ألفونس وتهيأ للإغارة عليه في عاصمته قرطبة، فسبقه المستنصر وغزا الإسبان بنفسه وانتصر عليهم، فعقدوه على السلم وحارب كاتالونيا وانتصر على حاكمها، واشترط عليه وعلى سائر أمرائها تدمير حصونهم القريبة من ثغوره وألا يتحالفوا مع أحد ضده، فقوي وكثرت فتوحاته. كان عالما بالدين، ملما بالأدب والتاريخ، ضليعا في معرفة الأنساب، يروى له شعر، كان جماعا للكتب، وقيل إن مكتبته بلغت 400,000 مجلد. دامت ولايته 15 عاما، وتوفي بقرطبة بالفالج عن عمر ناهز 62 عاما.